أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 ضباط إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، مما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ 7 أكتوبر إلى ما يزيد عن 370 قتيلا. وسمح الجيش الإسرائيلي بإعلان مقتل ضابطين من اللواء 401 في معارك شمال قطاع غزة، كما أفادت التقارير بإصابة ضابط وجندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة، وذلك في معركة شمالي قطاع غزة. كما أصيب ضابط برتبة لواء بجروح خطيرة، وذلك خلال نشاط عملياتي في المنطقة المحيطة.